أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما يصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في
قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا صيب وجاء قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في وإنك لتعلم ما نريد.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.